فوز المغرب بلقبه القاري الوحيد سنة 76 لم يكن أبدا نتاج ليلة وضحاها، فبتقليب صفحات بداية السبعينيات القرن الماضي تتجلى الأسرار التي قادت لتكوين منتخب قوي، حيث نهجت الجامعة المغربية لكرة القدم آنذاك سياسة التنقيب عن المواهب الكروية في كل ربوع المملكة. لم يميز منقب الجامعة خلال تنقيبهم بين لاعب يمارس بالدرجة الأولى وآخر يقبع بالدرجة الثانية، بل وضعوا أمامهم معياري الموهبة والجاهزية لاختيار أجود العناصر. البداية كانت باختيار 60 لاعبا دخلوا تربصا إعداديا موحدا قبل أن يخضعوا للعديد من الاختبارات التي خلصت لاختيار 30 عنصرا سيدخلون فيما بعد في معسكرات أسبوعية دون توقف، مع السماح لهم في نهاية كل أسبوع بتمثيل الفرق التي ينتمون لها. المدرب الروماني مارداسكو كان قائد سفينة المنتخب الوطني، ورغم بساطة الإمكانيات إلا أنه أفلح في تشكيل منتخب متلاحم يبدو في الكواليس كالعائلة ويظهر في المحافل القارية كبعثة من الجنود مستعدة لحصد الأخضر واليابس، وهو ما ظهر جليا منذ إقصائيات الكان، حيث نجح المنتخب المغربي في التغلب على منتخبات قوية آنذاك كغانا والسنغال، الأخير سحقته الأسود برباعية نظيفة بمدينة فاس. وبالحديث عن المونديال الإفريقي الذي احتضنته إثيوبيا سنة 76 لابد من الإشارة إلى أنه شهد مشاركة 8 منتخبات، إلا أن قانون المسابقة كان مغايرا في تلك الفترة، حيث كانت البطولة تجرى على مرحلتين. الدور الأول شهد وقوع المنتخب المغربي في مجموعة ضمت كل من نيجيريا السودان والزاير. أصدقاء فرس تعادلوا في المواجهة الأولى أمام السودان بهدفين لمثلهما، سجل للمغرب في المباراة كل من بوعلي والشريف قبل أن يهدي الزهراوي الفوز لأسود الأطلس في المباراة الثانية على حساب الزاير التي كانت تدافع عن لقبها. وكانت المواجهة الثالثة أمام النسور النيجيرية التي كانت تحتل صدارة المجموعة، وهي المباراة التي حسمها المغاربة لصالحهم بنتيجة 3-1 عن طريق فرس التازي والعربي أحرضان، ليحتل بذلك المنتخب المغربي صدارة مجموعته برصيد 5 نقاط، باعتبار أن الانتصار كان يحتسب آنذاك بنقطتين فقط. الدور الثاني الذي تأهل إليه الأسود لم يكن يشهد مواجهات مباشرة كما هو الحال في السنوات الأخيرة، حيث كانت الكاف تشكل مجموعة نهائية تضم المحتلين للمركز الأول والثاني في المجموعتين. المغاربة دشنوا مسارهم في المجموعة النهائية بانتصار على مصر بنتيجة 2-1 سجلهما فرس والزهراوي قبل أن يكرس الأسود تفوقهم على نيجيريا في المباراة الثانية بفوزهم عليهم بثنائية نظيفة سجلها فرس والقزاز. انتصار المغرب في مباراتيه الأوليين جعله يضع يده الأولى على الدرع الإفريقي، حيث كان بحاجة فقط لنقطة التعادل في مباراته الأخيرة، فيما كان لزاما على غينيا تحقيق الانتصار إن هي أرادت إحراز اللقب. خلال تلك المباراة كانت غينيا هي من تقدمت في النتيجة قبل أن يهدي بابا هدف التعادل واللقب للأسود في الدقائق الأخيرة بعد تصويبه لتسديدة مركزة من خارج مربع العمليات. هي إذن أرقام ومعطيات تظهر مدى صعوبة الأجواء القارية في تلك الفترة، وتزيل اللبس عمن يشكك في قيمة تلك الكأس تحت ذريعة تحقيقه بفضل تعادل لا يذكر سياقه أبدا، كما أن هذه التفاصيل تظهر أن تكوين منتخب وطني قوي لم يكن أبدا وليد لحظة واحدة، فالبداية كانت في 70 والتتويج حقق في 76. إذا كانت هذه أول مرة تتعرف فيها على قناتنا سكانير الكرة وأعجبك محتواها، فلا تنسى الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس كي يصلك كل جديد القناة. كما يمكنك متابعتنا على صفحتنا بالفيسبوك التي ندون فيها بشكل يومي.